خلينا معانا كلنا معانا الورق. طيب قبل الورق افتح اخر صفحة في الكتاب. تعبتوا؟ هو ايه اللي حصل؟ اخر صفحة في الكتاب. هي كان صفحة في الكتاب. دكتورة سامي صلاح استاذتنا الكبيرة. يا رب الناس تهدى على نفسها. استاذتنا الكبيرة دكتورة سامي صلاح اخر سنة ليها السنة دي بعد كده طلع معي. وقد يكون تكريم لي ان احنا اتحط سؤال ريت ان اخر السنة برضو دكتورة مخرجي. فهي اشهر دكتورة روماتولوجي في مصر على الاطلاق بالنسبه للاطفال يعني روماتولوجي اطفال في مصر. حد من الناس الشاطرين جدا جدا واللي كان كل حياته ما زال حريص على العيانين وعلى المستشفى. عشان كده اتعمل لها الشابتر ده مخصوص. ما كانش في شابتر ما فيش اي شابتر روماتولوجي لاي حد اندر جراديويت اطلاق. ولا في منصورة ولا عين شمس ولا أزهر ولا حتى كمان في جامعات كتير بره. بس في القصر العيني في ثلاث أسئلة بيجي منهم سؤال. السؤال الأولاني سيستم جلوبس. السؤال الثاني جوفينايل إيديوباثيك أرثرايتس. والسؤال الثالث كوزز أوف أرثرايتس إن جنرال. ثلاث أسئلة ممكن يجي منهم سؤال إن شاء الله. إيه دول؟ سيبتيك أرثرايتس، جوفينايل إيديوباثيك أرثرايتس، أند سيستم جلوبس. صفحة 164 ده مالتي سيستميك اوتو اميون ديزيز. ومعظم الامراض الاوتو اميون في الحقيقه بتاثر في البلاد فيسلز تقوم تعمل فيها انفلاميشن. والبلاد فيسل اللي يقفل يوم يديني مانيفستيشن في الاورجان اللي هو فيه. يعني الهينوك شمال دبرا كان بيأتاك البلاد فيسلز اوف ذا سكين واوف ذا جي اي تي واوف ذا جوينت واوف ذا كيدني فيعمل فاسكولايتس فيهم. نقوم نقول ان في نيفرايتس فاسكولايتس. نقوم نقول ان في جي اي تي بليدنج ما هي فاسكولايتس. اذا معظم الامراض الاوتو اميون هي مالتي سيستميك اوتو اميون ديزيز كاركترايزد باي انتي بوديز اجينست بلاد فيسلز. بس البلاد فيسلز بقى المره دي بتاع معظم انحاء الجسم الكيدني والبرين والهارت والجوينت والسكين والسبكوتينيوس تيشو. عشان كده سميناها مالتي سيستميك اوتو اميون ديزيز كاركترايزد باي انتي بوديز اجينست بلاد فيسلز. نقرا السطرين دول. Multi systemic autoimmune disease with widespread inflammation against the blood vessels and connective tissue. هيبقى في variable manifestation. ليه؟ عشان مش كل واحدة تيجي تقول لي يا دكتور انا عندي سيستم جلوبس. انا هقول لكم تقريبا 3% 4% دلوقتي من البنات عندهم سيستم جلوبس. انا هيجي لي صحيح ان انا لو اهملت في علاج المرض وما خدتش العلاج صح هاي موربيديتي وممكن لا قدر الله مورتاليتي. لكن مع العلاج الكورس بيمشي حلو جدا بريدكتد انه يبقى كويس. صحيح في ريميشنز واكسبيرشن لكن ممكن يعيش فور لايف من غير اي مشكله خالص. يبقى هو فاريبل في الكورس بتاعه والاهمال فيه خطير جدا جدا لانه بيسيك اورجانز كريتيكال الكيدني والبرين. اهم تو اورجانز بيأتاك الكيدني والبرين. تشخيص السيستميك لوبس صعب جدا لدرجه ان ياما شفت حالات اشخصها وكانت بقى لها 6 7 سنين بتلف على دكاتره بدون مبرر. والدكتوره سامي اللي علمتني الكلام ده ازاي الاوتو اميون ديزيز. تشخص حاله بقى لها 5 6 سنين بتلف على دكاتره فاكره ان الحاله مختلفه تماما. كتير قوي تشوف الكلام ده. سيستميك لوبس عايز توقع عالي جدا. وعشان العلماء لقوه صعب كل مرض لقوه صعب حطوا له حاجه اسمها كرايتيريا اوف دايجنوس. في كام كرايتيريا للسيستميك لوبس؟ كانوا زمان 8 بقى 11 دلوقتي 13 كرايتيريا. اف يو كان كولكت من ال 13 دول 4 بس يو استابليش ذا دايجنوس. اول كرايتيريا هتشوفوها دلوقتي يا جماعه اللي انتوا شايفينها دي اسمها المالر راش. كلكم عارفين المالر راش. على فكره دي انتي بوديز اجينست السكن بتعمل انفلاميشن في السكن. وبرضه دي صوره المالر راش ثاني واضح جدا جدا. اوعى تكون فاكر ان اي حد سيستميك لوبس هتلاقي الراش ده زي ما هو واضح كده. لا مش شرط خالص خالص. يعني ممكن يكون مش واضح وممكن سنين طويله و10 سنين ما يطلعش الراش ده عشان شخص ما تستناهوش.
دور على حاجه تانية اسمها التعرض للشمس بيعمل ايه. لو مشيت في الشمس وما حطيتيش سان سكرين هل هيحصل لك سيفير فوتو سنسيتيفيتي ولا لا؟ وفي انتيبوديز ضد السكين. بس التعرض للشمس، الشمس فيها الترا فايولت ريز، والالترا فايولت ريز دي بتقطع السيتوبلازم. مين ما خدش ورقة يا جماعة؟ اللي ما خدش ورقة اللي هي rash over the nose and go to the cheek swelling nasal refold. مين تاني ما خدش ورقة؟ مين تاني ما خدش ورقة؟ ها خلاص خلاص ربع يا كريم. الملل الرش ليه صفه معينه يا جماعه، خدوا بالكم. It start over the nose and go to the cheek but spreads in the labial fold. هو ليه كده؟ لان البلاد فيسلز اللي هنا بتحب ياتاك الانتي بوديز، الانتي بوديز بتحب تاتاك البلاد فيسلز اللي هنا. يا دكتور ده احنا كده معنى كده ان كل حته في جسمنا البلاد فيسلز اللي فيها مختلفه عن الثانيه، صح؟ والا ما كانش يبقى المكان ده انتيجينيك والمكان ده مش انتيجينيك. لما بنتعرض للشمس يا جماعه الصن فيها الترا فايولت ريز بتقطع السيتوبلازميك ميمبرين وتكسبوز النيوكليس، وكل البنات دول عندهم حاجه اسمها انتي نيوكليير انتيبودي. فاول ما الانتيبودي يشوف النيوكليس يأتاك النيوكليس ويعمل زي ما يكون صن بيرن، زي ما يكون حرق شمس نتيجه ان السيتوبلازميك ميمبرين اتقطع والانتيبودي يقدر يدخل لايه؟ لان اسمه انتي نيوكليير ايه؟ انتي بودي. يقوم يعمل فوتو سنسيفتي واحيانا يدخل لوحده ويأتاك الجلد لوحده بدون اي مبرر زي ما انتم شايفين المنظر ده. جوه الماوس نفسه ممكن تلاقي ألسرز. ايه ده؟ انتي بوديز بتأتاك الماوس وتعمل فيه ألسرز، وكمان الانتي بوديز بتأتاك الهير فوليكل وتعمل الوبيشيا توقع الشعر، وكمان الانتي بوديز بتأتاك السكين وتعمل سيركلر ليجنز اسمها ديسكويد لانه عامل زي الحلقات ديسكويد لوبس. اهو زي ما انتم شايفين الديسكويد لوبس والفوتو سنسيتيفيتي والمالر راش والاورال ألسرز والالوبيشيا كل دي حاجات في الراس باستثناء الديسكويد لوبس كيمو كومن جدا يجي على النك وعلى الابر تشيست وعلى الباك. ده الديسكويد لوبس. كده يبقى احنا عرفنا يا دكتور ان كل دي كرايتيريا في الراس. يا جماعه عادي والله. نقول تاني مالر راش فوتو سنسيتيفيتي، نقول تاني الوبيشيا، نقول اورال ألسرز، نقول ديسكويد لوبس. على فكره كل الحاجات دي كنترولبل جدا، يعني وانس احنا عاملين كنترول للديزيز ولا الهواء ولا كان في حاجه. اند اي نو بيرسونز عايشين 30 40 سنه من عمرهم اديكوتلي كنترول. طيب نروح لحاجه ثانيه، امال انت خايف من ايه؟ هو انت ليه عايز تتابعني مع دكتور؟ عشان ده ما بيجيليش، عشان مال الرش ما بيجيليش، عشان اورال ألسس ما بتجيليش، الوبيشيا ما بتجيليش. كتير جدا من الناس يجي لها مينيمال سكين مانيفستيشن لكن انا خايف على دول الكيدني والبرين. بيحصل حاجه اسمها لوبس سيريبرايتس، يعني الانتي بوديز تاتاك البرين وتعمل انفلاميشن. يعني ممكن يبريزنت شويه ببيهيفيرال تشينجز وبعدين ممكن يوصل لمرحله انه يعمل لا قدر الله نيوروزس او سايكوز. لكن اللوبس كمان بيأتاك البلاد فيسلز اوف ذا كيدني بيعمل لوبس نيفرايتس مش بريزنت ويز نيفروتيك او نيفريتيك سندروم. يا ريت نكتب جنبه لوبس نيفرايتس دي مكتوب عندنا مي بريزنت ويز نيفروتيك او نيفريتيك سندروم. لا خالص. انا فاكر زمان قلت لكم ما في مرض اوتو ميون الا لما بيأتاك السكين وجوانت. فالسكين احنا شفنا كتير، شفنا المالر راش وشفنا الفوتوسنسيتيفيتي وشفنا الالوبيشيا، ما هو ده سكين، ما هو الهير فوليكل في السكين يعني. وشفنا الاورال ألسرز والديسكويد لوبس. بس ما تنسوش والنبي تقولوا نان ايروزيف ارثرايتس. ما فيش مرض اوتو ميون الا لما بياخد الجوانت يعمل الم في المفاصل، تورم في المفاصل. امال ايه نان ايروزيف؟ يعني ان شاء الله باذن الله اول ما الجوينت ترجع كومبليتلي نورمال زيها زي الروماتيك فيفر وزاود دامج في الجوينت. امال مين المرض اللي لما بيجي بيعمل دامج؟ الروماتويد جوفينايل روماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد. عارفين الروماتويد طبعا اللي بيجي دايما في المفاصل نركز عليها قوي بيعمل فيها دامج. يبقى ما تنسوش نان ايروزيف ارثرايتس احيانا بيركاردايتس احيانا كمان بلوريزي، يعني بياخد كل الممبرينز سواء سينوفيوم ولا بيركارديوم ولا بلوريزي. دكتور كل ده ما بتشخصوش يا ابني؟ والله العظيم ممكن يقعد العيان 10 سنين من غير الحاجات دي وممكن تقعد طول عمره ما تظهرش.
التشخيص مش سهل. وبعدين اللوبس نيفرايتس شويه ار بي سي فيلور ممكن ما نلاقيهمش. والسيريبرايتس بتيجي متاخر جدا. طب انتوا بتشخصوا ازاي؟ انتوا عايزين اربعه كرايتيريا. قال لك يبقى بنلجا لللابس. في لابوراتوري كرايتيريا اهمهم وجود الانتي نيوكليير انتي بودي او انتي بوديز ضد الدي ان ايه نفسه. غريب قوي. هو الدي ان ايه ده يا جماعه انتيجين؟ لا، الدي ان ايه بيبقى ملفوف على انتيجين. في بكره كده زي بروتين بتلف عليها الدي ان ايه، مش كده؟ كروموزوم البروتينز دي احيانا بتتكون ضدها انتي بوديز اسمها انتي دبل ستراندد انتي بوديز. يبقى انتي دي ان ايه وانتي نيوكليير انتي بودي. مين فاكر درس الاي تي بي؟ يعني فاكرين كده ان كان في درس اسمه اي تي بي وكنا بناخد له كورتيزون واي في اي جي؟ ولو بقى كرونيك لازم اتاكد ان البنوته دي مش سيستميك لوز. احيانا تلاقي نقص في البليتلتس وتطلع انتي بليتلت انتي بودي بتاعت سيستميك لوز. احيانا تلاقي نقص في الار بي سيز وتطلع ار بي سيز انتي بوديز وتبقى بدايه سيستميك لوز. احيانا تطلع انتي بوديز ضد الواي بي سيز وتلاقي الواي بي سيز ايه؟ قلت وتبقى دي بدايه سيستميك لوز. اذا لازم نلجا للمعامل. وجايز نلاقي انتي نيوكليير انتي بودي، وجايز نلاقي بينيا اور سروم اور بان سايتوبينيا. بينيا في حاجه واحده، بليتلتس قليله، ليمفوسايتس قليله، ار بي سيز قليله بتتكسر، او بان سايتوبينيا. وده يساعد جدا في التشخيص. اسمها بوزيتيف سوري اسمها ايه؟ اسمها بان سايتوبينيا اور سايتوبينيا. يعني ار بي سيز بس تقل، بليتلتس بس تقل، واي بي سيز بس تقل، اسمها سايتوبينيا او بان سايتوبينيا. ولو لقيت انتي نيوكليير اكتب عليه الاقوى جنب الانتي نيوكليير الاقوى بنص سترونج. احيانا يبقى في انتي بودز ضد الار بي سيز بس مفيش انيميا. تعرف ازاي وجود انتي بودز ضد الار بي سيز؟ بالبوزيتيف كومس تيست، بالبوزيتيف ايه؟ كومس تيست. دول كام كرايتيريا؟ دول 13 كرايتيريا. كل الناس مذاكره 11 كرايتيريا بس انت لازم تكون مذاكر ال 13 كلهم. دكتور سامي بتحب تسمع ال 13 كلهم. اخر اربعه دول معانا، اخر اربعه دول معاني، مش كده؟ 10 و11 و12 و13 دول معاني لابس كلها في البلاد. واهم اثنين خطيرين على حياه الانسان اللي هم رقم 5 6 و7 اللي هم انكيفالايتس ومونيفرايتس. نكتب جنب انكيفالوباسي سايكوزس. نكتب كده سايكوزس، اهم كلمه فيها سايكوزس. ممكن تكتب سايكوزس لدرجه ان في حاجه اسمها لوبس سايكوزس في منهج النيورولوجي. الخمسه اللي فوق كانوا في الراس كلهم، الوبيشيا، ديسكويد لوبس، ميلر راش. يبقى خمسه في الراس واثنين خطيرين جدا واثنين من برين. مين يقولهم لي؟ الساينوفيان ارثرايتس والبيريكارديان نوبلوز. عشان نحفظ بس، اللوبس لا يمكن علاج اللوبس من غير الاتي. اولا المسكنات، نظرا لوجود الام كتير جدا، ايشي بيريكارديان بيوجع وايشي المفاصل بتوجع وممكن لا قدر الله يبقى في بروتينين بيوجع، كل دي حاجات وجوينتس. فندي نون ستيرويد. هم دول بيعالجوا يا ابني؟ دول انتي انفلاماتوري بيقللوا الالام. لكن العلاج الرئيسي اهو كورتيزون. من غير كورتيزون يا دكتور ما انا كده هتخن يا ابني. بتبقى فيري سمول دوز اوف كورتيزون. بس انت قلت لنا ان العيان ده بيخش في حاجه اسمها ريميشن اند اكسسربيشن. عشان كده احيانا بنلاقي الكورتيزون مش كفايه ومحتاج ندي معاه اميونو سبريسيف. اشهر دواء اسمه ازاثيوبرين. اشهر دواء افكتد اسمه ازاثيوبرين. خليك معايا وبعدين هقرا. مين يقول لي لو الولد ده او البنت دي، البنت دي دخلت في اتاك سيفير جدا، تعلق ايه؟ تعلق اقوى نوع كورتيزون اجريسيف في الحياه اسمه انترافينس ميسايل بريدنيزولون. خدناه قبل كده. قولنا ان ده قوته 30 مره قد الهيدروكورتيزون. قلت الكلام ده فين؟ في الاي تي بي. قلت ان الانترافينس ميسايل بريدنيزولون من اقوى الحاجات على الاطلاق. يبقى انا كاتب لك اورال بريدنيزون لكن اي في ميسايل بريدنيزولون. اكتب بالس ان اكسسربيشن. اكتب بالس، معلش استحمل شويه، اكتب بالس ان اكسسربيشن. يعني ده بيتاخد فجاه. حد عارف بالس على كام يوم؟ 1 تو 2 دايز. بالس يعني فجاه، 1 تو 2 دايز ان اكسسربيشن. قوته 30 مره قد الكورتيزون. ما ينفعش، هتضطر تدخل معاه ازا سايوبرين او سايكلوفوسفامايد وده اميونو سبريسيف يهدي جهاز المناعه. البنات اللي بالذات خايفين على جلدهم لان في علامات وحاجات زي كده، لقينا ان دواء اسمه هيدروكسي كلوروكوين، اعتقد كلكم تعرفوه، اسمه بلاكونيل. حد يسمع عن الدواء ده؟ ملاريا. طب ده بتاع ملاريا يا دكتور. ايه علاقه الملاريا بالسيستميك لوبس يا ابني؟ الادويه دي
اكتشفنا ان في نوع من الادويه في الحياه اسمه اميون موديوليتر. اسمعوا كده من حياتكم زي ريز اميون سبريسيفس ده كان زمان، ودلوقتي في اميون موديوليتر. كان زمان اميون سبريسيف يقول للانفوسايت بطلي شغل بطلي شغل، دلوقتي الاميون موديوليتر يقول للانفوسايت بلاش الاكشن ده خليكي في الاكشن ده. يا نهار ابيض، كان في زمان ادويه اسمها اميون سبريسيف بتوقف جهاز المناعه كله، دلوقتي في اميون موديوليتر يخلي الليمفوسايت تشتغل بس ما تروحش للسكن، يقول لها بلاش تاكل السكن. لغايه دلوقتي العلماء مش قادرين يفسروا قوي، بس الادويه دي غاليه قوي يا جماعه. انتوا شفتوا الاعلان بتاع الروماتيزم اللي بيقول انا باخد حقنه ب 3000 جنيه؟ مين فاكر كان بيجي في رمضان كده كان يقول لك انا باخد حقنه ب 3000 جنيه عشان المفاصل تتحرك؟ الادويه دي غاليه جدا. الاميونوموديوليتورز هي ادويه مش بتسبريس جهاز المناعه، بتغير اتجاهه، بدل ما بيأتاك الجسم يرجع بس يأتاك الاورجانيزم. اميونوموديوليتورز تمام. عشان كده من ضمنهم الهيدروكسي كلوروكوين، اكتبوا جنبه اميونوموديوليتور، بالذات بيساعد في ان الاعراض اللي في الجلد تخف قوي قوي قوي. هذا درس من ثلاث دروس هايفين بتاع الروماتولوجي. الورق اللي في ايدين حضرتك خلاص كانت الحصه بتخلص بنشطر خلاص. الورق ده الصفحه الاولى فيه كانت الصفحه اللي نزلت لما بقول لكم، مين فاكر لما قلت لكم نزلت حاجه ليله الامتحان وجت تاني يوم الصبح؟ والله العظيم وحياه ولادي هو ده اللي حصل بالظبط. ليله الامتحان الصفحه دي كانت نازله تاني يوم الصبح، كانت جايه في الامتحان. ليه؟ لانه للاسف الشديد كانت الدفعه مستفزه، ولما تبقى الدفعه مستفزه وتروح تقول لهم الحضور في الكليه ملوش لازمه وانتوا ما بتشرحوش واحنا بره فاهمين كل حاجه، لما حد يروح يقول كده في الكليه منطقي ان انا ازيد في الامتحان. فجيب لك سؤال زي ده وسؤال تاني سيستيك فايبروزس في اخر الشابتر، وكل شابتر السؤال اللي في اخره اللي هو اخر صفحه في كل شابتر، عشان لما تبتدي تذاكر الشابتر في اول اليوم خلي بالك الناس دي فاهمه نفسيه الطالب كويس قوي. دايما الطالب بيجي على اخر صفحتين ما يلحقش يكمل الشابتر. بيزهق. طب ايه؟ وتاني يوم بيقول انا هبدا شابتر جديد. ايوه. ف ما هو ده اللي بيحصل. فكانت الاسئله في السؤال ده، السؤال ده اصلا ما كانش موجود في الكتاب. وكان في اخر الكتاب في اخر صفحه خالص في كتاب النيوروتولوجي بتاع الاسم اللي هو مأساة 80 صفحه. فبعدين لما حسيت ان بالخيانه زي ما قلت لكم، حاسس ان في كارثه بتحصل. فعمال اقول لهم طب ذاكروا كذا يا جماعه، طب ذاكروا كذا، وبعدين قلت لا هو هيعمل كده، هم هيجيبوا اخر صفحات. فبدات اقلب قلت لهم ذاكروا اخر شابتر، وبعدين لقيت اخر شابتر النيوروتولوجي يا نهار اسود صفحه انا مش حاططها في الكتاب، فرحت منزلها لهم كمان. فبفضل الله العنوان ده كان عنوان اول سؤال في الامتحان اللي هو ازاي نهتم بتغذيه الطفل. ايه ده؟ ايه ده في النيوروتولوجي ده؟ يعني السؤال هاو تو انشور سكسس في البريست فيدنج، ايه علاقه ده بالنيوروتولوجي اللي فيه ار دي اس وهلايمن ميرين ديزيز ونيونيتال جوندس وكرنكترس و و و جايب سيب كل ده وراح جايب السؤال الهايف اللي ملوش قيمه ده؟ ده لنية الأسف ما زال الديب موجود في الكلية. أنا مش بخوفكم، أنا بقول لكم إحنا محتاطين كويس جدا، يعني الورق اللي في إيد حضرتك ده كده يبقى ضمان بإذن الله مفيش كلمة تخرج عن الامتحان. مفيش كلمة تخرج إن شاء الله بإذن الله. أول سؤال في الورق ده حضرتك سؤال هايف، إحنا هنقرأ ده كلام فاضي. إزاي تطمن إن الطفل ده هيرضع كويس؟ طفل هيلسي مولود كويس، عايز أطمن إنه هيرضع. قال لك اول حاجه بعد الولاده يا ريت حضرتك تاخد البيبي من بطن مامته تحطه على جدها على صدرها. لا الغريب بقى ايه اللي بيقول لك حطه بتوين ذا تو بريست. انت مالك انت يا عم؟ حط الطفل على الشيست ان بتوين ذا تو بريست. قال لك عشان دي اكتر حته هتوصل الحراره للطفل فالطفل يبقى دافيان ويطمن قوي وما يجيلوش ستريس. وكده هنستيميليت البريست ميلك انه يزيد. افتر ديليفري اوف ذا بيبي اتاكد بس انه بتنفس وحط البيبي نيكت على مامته على التشيست بتوين ذا تو بريست. كويس كده؟ الكلام ده اللي فرضوه على العالم كله الالمان، هم اللي ماشيين بحاجه اسمها نيتشرال ميديسين. نرجع لزمان تاني، هم اللي بيعملوا ميلكينج للكورد، هم اللي بيحطوا البيبي تحت ويسيبوا الام اليوترس بتاعها يكونتراكت وينزل بلاد، البلاد ينزل للبيبي، عارفين الميلكينج اوف ذا كورد؟ ده كان زمان بيحصل، الجيرمان رجعوا لكل حاجه قديمه في الطبيعه تاني.
واو بيلبل بس هو انا مش عارف زمان الناس كانت بتقول تحت الميه ما كانش بيحصل ده. المهم بيقول لك الفايده انك تحط البيبي على جلد مامته. ركز معايا ان البيبي يبقى دافيان وتقلل النيونيتال ستريس. هو النيونيت بيقول ستريس عنده امتحان يعني. اصعب ستريس في النيونيت الهدوء التام. البيبي كان جوه بطن مامته اصوات الانتستين وصوت الهارت وفجاه الاستومك تعمل ويف والام تقوم تمشي فحاسس ب ان في حواليه حاجات بتحصل ان في حواليه امان. اول ما بيتولد ويترمي على السرير جنب مامته بيقول لك ده نيونيتال ستريس خطير جدا وانه يحس ان هو اتغير الانفايرمنت بتاعته وفقد مصدر الامان. لما تحطه على صدر مامته فيسمع صوت قلبها ويحس بحركه النفس فيحس ان لسه في حد حي عايش جنبه فيحس بالامان. هذا هيفرق خلاص ريديوس النيونيتال ستريس اند بروموت بريست فيلينج. بيقول لك بقى ان الام لما تلاقي الولد ابنها اللي هو غرقان دم ومزفلط محطوط على البريست بتاعها فتقوم تحس بكده ان هي عايزه ترضعه فالبرولاكتين يشتغل والاوكسيتوسين يشتغل ومالنا ومال الاحاسيس والمشاعر دي معرفش. الحاجه الثانيه هي حطيته بتوين داتو بريست. الخطوه الثانيه تحطه على البريست يعني ترضعه بقى بالبلاد بتاعه كده. اتفرج على كل الصور الجيرماني تلاقي الام غرقانه دم هي وابنها لسه في اوضه العمليات وبترضع وتقول لا. ولازم تقول لها ساعتها ان الكوليسترول هيكفي لرضاعه الطفل ممنوع ترضع اي حاجه ثانيه لانك لو رضعت اي حاجه ثانيه ده هياثر على كميه اللبن. الفاليو ايه فايده ان انا ارضع بدري جدا؟ بيقولوا ان ده بيشغل البرولاكتين 10 مرات اقوى لو اتاخرت يوم. وهنصح اوعى تدي جلوكوز ودي عايزه خطا في كل المستشفيات في مصر ان الطفل بعد الولاده ياخد جلوكوز عشان ما يجيلوش هايبو جلايسيميا. لا احنا ما بنديش هايبو جلوكوز للطفل بالفم الا اذا جاله فعلا هايبو جلايسيميا ولا يفضل عن طريق الفم. احنا علمناكم دايما انه بيكون عن طريق ايه؟ الانترافينس. رومنج ان بيقول لك ايه؟ انه بعد اذن حضرتك انت خلاص خدت ابنك ونزلت تحت وخدت شاور انت وهو وشلنا الدم عليك يا ريت حضرتك تفضلي حطاه في نفس اوضتك شايفاه سامعاه عشان البرولاكتين بتاعك يشتغل. ده في العالم كله لكن جيرمان بيقول لك اند كوبيدنج. كوبيدنج يعني انتوا الاثنين على السرير جنب بعض عشان يبقى دايما حاسس بحركتك وما يحسش بالاسترس بتاع الوحده وتتقلبي تموتيه فيرتاح خالص. ريلي مفيش ام اوعي تكوني متصوره ان عشان حضرتك بتتقلبي في السرير كتير انك بعد ما تبقى عندك بيبي هتتقلبي. والله لا يمكن. احتمال وفاه الطفل لا تزيد عن 1 في 10 مليون لو نام جنب امه مهما كانت هي تتحرك وتتقلب وا 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 الكلام ده غير وارد خالص. عشان كده رومنج ان ذا بيبي شود ستاي ان ذا ماذرز روم. لو ما كتبتش كوبيدنج هتنقص الفاليو. ده بيقلل النيونيتال ستريس بانه حاسس بان في حياه جنبه. الفاليو بيقلل النيونيتال ستريس وبيحفز الرضاعه الطبيعيه لانك انت شايف البيبي. يا ريت تمشي اون ديماند. يعني ايه تمشي اون ديماند؟ يعني خلي الواد يرضع براحته يعني 20 10 15 مره في اليوم مفيش مشكله. بيقول لك كل ما البيبي يرضع كتير هو البريست ده عامل زي البير. عامل زي البير ده تشبيه البير بالظبط. كل ما تاخد منه يجيب ملك اكتر كل ما تفضيه يجيب ملك اكتر لدرجه ان لو توأم اثنين او ثلاثه بيرضعوا من البريست ممكن البريست ده يزود كميه اللبن بتاعته مرتين وثلاثه. ودي المعلومات اللي عايزينك تكتبها عادي باحتفالات. هي مش احتفالات هي احتفالات بس هي بتهز قلوب ضعيفه شويه. ها ايه ده؟ لا بصراحه انا خلاص انا في عيادتي ما بعملش كده. انا بقول لها كل ما يعيط اتاكد انه مش عايز يغير وانه مش خايف وان انت شايلاه وانه مش عايز ينام وبعدين رضعيه. يعني اللي مكتوب ده كلام فاضي. افرض الواد عنده مغص هيعيط يرضع؟ لا مش كل عياط رضاعه. لا في حاجات تانية كتير غير الرضاعه. اون ديماند ذا بيبي شود ستاي ان ذا ماذرز روم اون ديماند فيلينج سوري ذا مور ذا بيبي ويز جرو ميلك. الكلمه دي مهمه جدا. مور برولاكتين اند مور ميلك از بروديوسد ايفن لو توأم اللبن هيزيد ويكفيهم هما الاثنين. Exclusive breastfeeding يعني ممنوع حضرتك تدي معاه ميه ممنوع تدي عصير ممنوع تدي اي حاجه غير الملك. Otherwise كميه اللبن هتقل جدا جدا. بيقول لك انشور بيرفكت بوزيشن. لا اكتب جنبه اشرح
اجيبها منين دي؟ من شابتر النيوتريشن. اكتب جنب انشور بيرفكت بوزيشننج اند لاتش. ما معنى لاتش؟ لاتش دي هي الاتاتشمنت اللي احنا خدناها في شابتر الايه؟ الانفكشن خدناها سوري شابتر النيوتريشن مرات التصرف. بيقول لك ان لا بقى الشرع عليه بيقول لك ان البيبي لازم يرضع من ناحيه واحده الاول ويخلصها وبعدين يروح الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان الميلك ثلاث مراحل، مرحله ميه، مرحله بروتين، مرحله فات. البريست ميلك لما البيبي بيشرب في الاول ينزله ميه كتير تربع عطشه سبحان الله، وبعدين بروتين عشان النمو، وفي الاخر عشان يربرب فات. يفضل البيبي ياخد بريست كامل فياخد الثلاث مراحل الميه والبروتين والفات. يعني اللبن الام مش كله هوموجينس، عشان كده في حاجه اسمها الفور ميلك والميد ميلك والهايند ميلك. مش مهم ده قوي. فور ميلك يعني اللبن اللي في الاول، ميد ميلك اللبن اللي في نص اللي هو الرضعه، الهايند ميلك في الاخر خالص. كلير كده الكلام ده ولا لا؟ ذا بيبي شود انتاي وان بريست فاليو الميلك اوف ذا اند اوف ذا في كونتين اسينشال برين اسينشال فات. افويد اليوز اوف باسيفاير، بيقول لك ما تستعملش تيتينه. ليه بقى؟ التيتينه بتشبع الاطفال، يعني الطفل لما تحط له تيتينه يبص فيها بيتصور ان هو رضع وبيبطل يعيط وبينام، وبالتالي الولد ده مش هيكبر. الحاجه الثانيه ممكن تكون كونتامينيتد. يعني ايه كونتامينيتد؟ يعني تقع على الارض يقف عليها موسكيتو وحاجه زي كده، وكمان مش ستيرايد بتزود قوي الفانجل انفكشن. على فكره الكلام ده فيه كلام كتير ضده. يعني الباسيفايرز عشان تكونوا عارفين اكتر حاجه بتعالج الريفلكس، بتحفز عشان بيفضل دايما يعمل يعني حاجه اسمها بروكاينيتك موفمنت، بيبلع ويمشي يبلع ويمشي. هي ليها طريقه، يعني ليها طريقه في استعمالها وليها رولز. افويد بوتل فيدنج كده. كده احنا خلصنا الصفحه دي. الصفحه دي جت السنه اللي فاتت، لو حبوا ياذونا السنه دي هيعملوه في الاتي خلاص. ولا عرفنا خالص دقيقتين، ادوني دقيقتين بس. يعني انا فرحان بعدكم قدامي. انا عارف ان انتوا تعبانين من القعده وظهركم واجعكم، بس انا مستمتع. مش مهم بقى انتوا. تيجي نقعد من غير شرح؟ ماشي. انا هو الاثنين بالظبط مش اكتر من كده. احنا مش هينفع نشرح تاني بالمنظر ده اساسا. ايوه والله على رايك يا مستر، هي ربنا تكسب ونخلص خلاص خلاص. اللي عايز اقوله بس عشان نخلص، السؤال ممكن يجي كده وممكن المفاجاه السنه دي يبقى feeding of healthy and unhealthy newborn، عشان ده اخر ربع صفحه في الكتاب اللي هي في الصفحه اللي بعدها. How to ensure feeding insect newborn. يعني السؤال ممكن يجي feeding of healthy and unhealthy او healthy and sick، فيبقى في ربع صفحه عشان تاخد 10 من 15، عشان اللي ذاكروا سؤال السنه اللي فاتت ياخدوا 10 مش ياخدوا 15 من 15. بعد اذنك كلمه سيك نيوبورن اقرا معايا. بيرضع كميات لبن كتير، لازم الام ترضع كتير، ولو مش عارفه الدكتور ده عيان، لو مش عارفه ترضع لازم تعمل اكسبريشن، يعني تجيب مضخه اكتب بامب فوق كلمه اكسبريشن يوزنج بامب وتفض صدرها والا اللبن هينشف. الطفل المريض مش عارف يفض اللبن، يبقى هي لازم تفض اللبن عن طريق بامب اكسبريشن يوزنج بامب. انا اسف جدا في اللي جاي ده، الام لازم تعيش كانجارو. يعني ايه تعيش كانجارو؟ يعني تخلي ابنها يعني ابنها جوه الكلوزس بتاعتها، شايلاه جوه هدومها على طول بتتحرك بيه. قالك لان غالبا الطفل السيك ده عنده هايبوثيرميا. يا عم ده كلام فاضي، احطه في حضانه ولا فيه وخلاص. اقرا معايا ابلاين كانجارو مادر، الام الكانجارو. Whenever the baby starts to be stable، لو هو stable ومش عارف في الحضانة، حطيه skin to skin on the mother's chest، علقيه في الشيست inside your clothes. هو عقد. ايه ده؟ المهم الفاليو ده بيستابلايز البيبي وبيحسن الجروس بتاعه وبيحسن البريست فيدنج بيرفورمنس
واوعي رغم كل تعبه ده تستعملي البوتل فيدنج، حتى لو اضطريتي انك تركبي له نيزوباستريك تيوب او تشربيه كوبايه او بقطاره، بس ممنوع نستعمل البوتل، لان الطفل اللي بيستعمل البوتل ما بيعرفش يمسك النبل بعد كده خالص. ده كان السؤال. الورق ده لازم معاكم يا جماعه ان شاء الله. يا حسن مالك، مثلا واحده.